ثم كله وحزن وعزمون ووقار وعصمة وحياء لا تحل البأساء منه عرى الصابر ولا تستخفه السراء. نحمدك اللهم ربنا حمدا ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، نحمدك بجميع المحامد كلها، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وقوت الأرواح وشرابها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الأحباب المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شهر شوال من السنة العاشرة للبعثة، خرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف ماشيا. خرج مع مولاه سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه. خرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام لعله يجد أرضا خصبة لدعوته، ولعله يلقى آذانا صاغية وقلوبا واعية وصدورا تنشرح لهذا الدين. ولكنه عليه الصلاة والسلام لقي من أهل الطائف لما وصل ودعاهم، لقي منهم شرا مما لقيه من قومه، حيث عمد إلى سادة ثقيف وكبرائها، وكانوا إخوة ثلاث، مسعود بن عمرو بن عمير وحبيب بن عمرو بن عمير وعبد يليل بن عمرو بن عمير، هذه كانوا إخوة ثلاث، كانوا هم سادة ثقيف وأشرافها. فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى ما جاءهم به من هذا الدين، وفصل وشرح وبين، ولكنهم ردوا عليه ردا قبيحا، وقابلوا تلك الدعوة بألفاظ شنيعة. فقال له أحدهم: إنه سيمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، يقصد بذلك مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخر: أما وجد الله أحدا غيرك ليرسله؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، فإن كان الله قد أرسلك فأنت أعظم ممن أكلمك، وإن كنت كاذبا فلا أكلمك، فلا أكلمك لا في هذه الحال ولا في هذه الحال. وأقام عليه الصلاة والسلام في الطائف مدة 10 أيام، لا يدع أحدا من أشرافهم إلا وكلمه، حتى أخرجوه صلى الله عليه وسلم وأغروا به الصبيان والسفهاء، فرموه بالحجارة، فأدموا قدميه الشريفتين، وسبوه بكلمات من السفه، إلى غير ذلك مما لقيه عليه الصلاة والسلام في الطائف. فخرج عليه الصلاة والسلام هو ومولاه زيد بن الحارثة، خرج وكله يقين وكله أمل بأن الله سيظهر هذا الأمر. فأتى عليه الصلاة والسلام ظل حبلة من العنب، أي كما نقول بعاميتنا الدالية تاع العنب، فجلس تحتها صلى الله عليه وسلم، ودعا بذلك الدعاء العظيم الذي تتجلى فيه مظاهر العبودية والانكسار لله عز وجل. دعا ربه فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني يا رب؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات،
إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، إلى غير ذلك من الألفاظ التي خرجت من فيه الشريف صلى الله عليه وسلم، تبين لنا معاني الرقي في مقامات العبودية لله رب العالمين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من ثقيف وأهلها، حتى إذا كان على مسافة ليلة على مكة قام صلى الله عليه وسلم من جوف الليل يصلي ما شاء الله، فمر به نفر من الجن، هذا النفر من الجن الذين آمنوا وأسلموا على يديه ورجعوا إلى قومهم منذرين، ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم، ذكرهم بقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه صلى الله عليه وسلم انطلق وهو مهموم، حتى إذا وصل إلى قرن الثعالب أو قرن المنازل قال صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام، قال فناداني فقال: يا محمد إن الله يقرئك السلام، وإن هذا ملك الجبال قد أرسله الله تحت أمرك. فقال ملك الجبال: يا محمد مرني بما شئت، ووالله لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. وهما جبلان عظيمان بمكة المكرمة. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا. وهنا أيها الإخوة الأحباب تتجلى شخصية صاحب الخلق العظيم الذي وصل من قطعه وعفى عمن ظلمه، تتجلى الرحمة المحمدية بقومه على ما أصابه منهم من الأذى والتسفيه والسب والشتم، ولكنه كان رحيما به. قال له: يا محمد لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، ولكن كان رده ينطوي على رحمة عظيمة وعلى أمل جليل في الله سبحانه وتعالى. إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. ما أحوجنا في دعوتنا إلى الله اليوم إلى أن نبرز الإسلام على أنه دين الرحمة، وعلى أن رسوله رسول الرحمة، وأن نرى من ندعوه إلى الله عز وجل نراه بعين الرحمة، نشفق على العصاة ونرحمهم وندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن. وهكذا كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله، كان قائما على الرحمة وكان قائما على المحبة، دعاهم إلى الله لأنه أحب لهم الخير، أحب لهم هذا الدين. كان صلى الله عليه وسلم إذا أعرض عنه رجل وأعرض عن دينه أحزن أو حزن صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، لأنه يرى رجلا قد أظلم مستقبله، يرى رجلا قد انفلت من يديه
وانفلت من رحمة الله سبحانه وتعالى، فأقام دعوته على محبة الناس، وأقام دعوته على الرحمة بالناس. ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، ومن المعلوم أنه سيجد القوم أشد عداوة مما كانوا عليه من قبل، أرسل إلى المطعم بن عدي يستجيره، فأجاره المطعم ابن عدي، يعني والقصة في ذلك طويلة يضيق المقام عن ذكرها. روى البخاري عن سيدنا محمد بن جبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لما أجاره المطعم ابن عدي وحماه من أذى قريش لما دخل مكة، قال صلى الله عليه وسلم فيه مبينا يعني هذه المزية له وهذا الفضل له، قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، جمع نتن صاحب الرائحة الكريهة، يقصد بذلك أسارى بدر من المشركين، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، أي لتنازلت له في هذا الأمر، مبينا فضله ومزيته لما استجار به فأجاره. وفي السنة العاشرة من البعثة قدم على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الطفيل ابن عمرو الدوسي من قبيلة دوس، وهذه قبيلة دوس هي التي ينتمي إليها الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. وكان سيدنا الطفيل ابن عمرو الدوسي هذا كان شريفا في قومه، كان سيدا في قومه، كان شاعرا نبيلا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن قريش حذرته من أن يسمع إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني سبقت العناية بهذا الرجل العظيم الصحابي الجليل. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدين وقرأ عليه القرآن فأسلم سيدنا الطفيل ابن عمرو وحسن إسلامه، وقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى قومك فادعهم إلى الإسلام. ولما ذهب دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبيلة كلها، قال: اللهم اهد دوسا وأتني بهم مسلمين، واستجاب الله دعاءه. فتوجه الطفيل سيدنا الطفيل بن عمرو إلى قومه ودعاهم إلى الدين، فآمن بدعوته الكثير، بل جلهم آمن. وبعد ذلك يعني سيدنا الطفيل بن عمرو هذا لم يهاجر إلى المدينة حتى بعد غزوة الخندق، هاجر ومعه يعني أزيد من 70 بيتا كلهم دخلوا في الإسلام من قومه. وهذا سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه يعني أبلى في الإسلام بلاء عظيما حسنا حتى استشهد رضي الله عنه في يوم اليمامة. وكذلك لما قدم صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد وجد القوم أشد مما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه وعداوته، كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم وخصوصا في موسم الحج، كان يعرض نفسه على قبائل العرب، يعرض عليهم دعوته، يدعوهم إلى الله، ويقرأ عليهم القرآن، ويبين لهم الإسلام. وفي السنة 11 من البعثة وفي موسم الحج بالذات، في هذا العام وفي هذا الموسم وجدت الدعوة إلى الله بذورا صالحة، سرعان ما تحولت هذه البذور إلى شجرات باسقات وثمار يانعات، وآتت أكلها وكانت سببا لفتح عظيم ونصر مبين. وكان من حكمة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاء ما كان يلقى من قومه من التكذيب أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل، يعني يخرج خفية عليه الصلاة والسلام،
فمر ذات مرة بعقبة منى حتى سمع يعني أصواتا من رجال يتكلمون، وكانوا ستة نفر من شباب الخزرج من يثرب أي المدينة المنورة. كان من بينهم سيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وسيدنا عقبة بن عامر، وسيدنا جابر بن عبد الله وغيرهم. وكان من سعادة هؤلاء الستة الذين أسلموا كلهم أنهم كانوا يسمعون من قبل من جيرانهم اليهود في المدينة، يسمعونهم يقولون لقد قرب وقت نبي آخر هذه الزمان وسيبعث، ولئن بعث لنؤمنن به ولنقتلنكم معه قتل عاد وإرم. يعني كانوا يتهددونهم ويتوعدونهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما بعث وجاء لم يؤمنوا به استكبارا وعتوا وعنادا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولكن كان من سعادة هؤلاء النفر، وخصوصا بعد أن كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وشرح لهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن، فقالوا هذا هو النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه، فأسلموا وحسن إسلامهم، وأملوا أن تكون دعوته صلى الله عليه وسلم سببا لوضع الحرب الأهلية التي أنهكتهم ومزقت وحدتهم. فقد كانت الأوس والخزرج وهما قبيلتان عظيمتان في المدينة المنورة، كانت دائما بينهم مشاحنات ومقاتلات وحروب إلى غير ذلك، حتى جمع الله قلوبهم على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لهم أمل، قالوا لعل هذا الرجل يكون سببا في جمع أو لم شملنا وجمع قلوبنا ووحدة كلمتنا، وكان ذلك حقا. فقالوا له يا رسول الله، لما أسلموا به وحسن إسلامهم، قالوا له يا رسول الله إنا قد تركنا قومنا وبينهم من العداوة والبغضاء ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك. فقدموا على قومهم في المدينة وعرضوا عليهم الدعوة، دعوة الإسلام، حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الحادثة هي المنطلق، وهي البداية والتمهيد ووضع الأرضية لهجرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدينته المنورة. ونتوقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم بحقيقة الحال، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.